في الفيديو ده هنتعلم طريقة سهلة جدا لحذف خلفية أي صورة بدون ما نعتمد على أي برامج خارجية أو بدون ما نحمل برامج تانية. أهلا وسهلا بكم، أنا محمد غراب وبرحب بكم في فيديو جديد. أولا زي ما أنا قلت كده، احنا هنحذف خلفية أي صورة بدون ما نستعين بأي برنامج خارجي أو نحمل أي برنامج من أي مصدر، لأننا هنعتمد على برنامج موجود في نظام الويندوز. هنيجي من السيرش بتاع الويندوز ونكتب بنت 3D، هنختار أفضل نتيجة بحث اللي هو برنامج بنت 3D اللي مكتوب تحت منه آب. وزي ما انتم شايفين كده هنلاقي هنا 3 اختيارات، كل اللي يهمنا ان احنا نعمل نيو او نعمل اوبن علشان نختار صورة من الجهاز، وليكن نضغط على براوز فايلز. انا في عندي صورة شخصية هنا هستخدمها، اضغط عليها وبعد كده نضغط على اوبن. زي ما انتم شايفين فتح الصورة قدامنا هنا، كل اللي علينا ان احنا نيجي من فوق من هنا او نضغط على ماجيك سيلكت. خلينا نضيق مساحة العمل شوية كده علشان المعالجة اللي البرنامج هياخدها ما تاخدش وقت كبير، وده هيفيدنا لو الصورة فيها تفاصيل كبيرة في الخلفية. تمام، بعد كده نيجي من القائمة الجانبية دي نضغط على نيكست. زي ما انتم شايفين هنا حدد الصورة او حدد النموذج او الجسم اللي هو هيعزله عن الخلفية، وفي هنا اختيارين لعمل ريفاين، فيه وفيها ريموف. التحديد بتاعي هنا ما فيهوش اي مشكله، لكن لو في جزء ناقص من الجسم ممكن من خلال اد اضيفه للتحديد، وكمان لو في جزء زياده في التحديد اقدر احذفه من خلال ريموف. بعد كده اضغط على زر دن. زي ما انتم شايفين كده الجسم بقى حر الحركه. ممكن ناخد التحديد زي ما انتم شايفين كده ونعمل له كوبي، نضغط هنا على كوبي، ومن منيو ديت نختار نيو. ممكن تقول له دونت سيف مفيش مشاكل، وبعد كده دوس على كنترول في علشان تعمل بيست، وهنا تقدر تعمل روتيت للجسم او تعمل له تدوير او تعمل له قلب زي ما انت حابب. ممكن تستخدم الاعدادات اللي موجوده او الادوات اللي موجوده في البرنامج، والبرنامج طبعا فيه بعض الادوات الكويسه جدا او الادوات القياسيه اللي تقدر من خلالها تعمل شويه تعديلات على الصوره. بعد ما تنتهي من عزل الخلفيه بتضغط على منيو، بعد كده بتعمل سيف از، وبتختار تعمل سيف للايمج في اي مكان. ولهنا انتهى الفيديو، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة ولو ما كنتوش مشتركين، وكمان تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم اشعار لما يكون في فيديو جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا.